مساء الخير لكم مشاهدي تلفزيون مستقبل بحلقه جديده من برنامج فيوتشر سبورتس. اليوم راح نستضيف فيها مدرب فريق شباب الساحل الكابتن جمال طه لنحكي اكثر عن موسم حافل لشباب الساحل بالدوري اللبناني لكره القدم، هالدوري يلي صحيح استراح هلا ولكن هو ملتهب، خاصه وانه في اكثر من فريق السنه عم ينافس على احراز اللقب، بالاضافه الى انه الفريقين او الست فرق اللي من فوق انفرزوا صاروا واضحين، والست فرق اللي حينافسوا من تحت صاروا ايضا واضحين. كابتن جمال مساء الخير لك. سنور لك. كابتن، توقعت انت قبل ما توقع كونترا مع فريق شباب الساحل انه يكون وضع شباب الساحل بالموسم الحالي بهالمستوى؟ طبيعة الحال يعني قبل ما ببلش مع اي فريق بدك ترسم يعني خطة عمل وعلى اساسها، وطبعا بدك تشوف شو في عندك لاعبين، شو في عندك خميرة، تقدر من خلال هالشغل هيدا اذا اشتغلت بطريقه صحيحه تقدر توصل لنتيجه. طبعا توقعت نعمل نتائج جيده، بس طبيعه الحال كمان كنت متوقع انه ما فينا نطلع على الدرج الا درجه درجه لنوصل للي نحن وصلنا له، بس كانت البدايه جيده رغم انه انا جيت متاخر. يعني كان التحضير ما تحضرنا بالشكل الجيد، كان اوريدي يعني كان النادي اخذ قرار باللاعبين الاجانب واللاعبين اللبنانيين. الحمد لله هيدي ما عملتنا مشاكل لانه يعني الكل اشتغل كان كلاعيبه او اداره او جهاز فني لنعمل نتائج جيده، بس بشكل عام راضي كل الرضا عن اللي وصلنا له لحديت هلا مع شباب الساحل. التجربة الأولى لك كانت كمدرب وككل شيء خارج أسوار نادي الأنصار، اليوم وأنت كنت في نادي الأنصار محترف أكيد، ولكن تعد خطوة احترافية أنك تروح على نادي شباب الساحل، كيف تقيمها؟ طبعا تقييمها بحطها بمصاف الناجح، لسبب لأنه فت على النادي على نادي شباب الساحل صراحة، و من اليوم الاول حسيت حالي مرتاح مع الاشخاص اللي عم بيشتغل معهم، لانه انت بتعرف اول احتكاك بكون يمكن اول احتكاك كان مع رئيس النادي، بس الاحتكاك هو الاهم اللي عم تشتغل معهم على ارض الملعب اللي هن يعني ان كان الكابتن محمود عليهم ولا الاستاذ حسين فاضل، انه بتحس انه الاجواء كانت كتير مريحه وايجابيه. ومن بدايه التمرين من اول تمرين بلشتها كان في تجاوب وكان في هذه الكيمستري بيني وبين اللعيبه، وهذا اللي خلقت جو ايجابي بالفريق. بطبيعه الحال حطيت ضوابط معينه لحتى نقدر نمشي بشكل جيد، الكل تقبل هذه الضوابط. يعني كان في عنا مبدا الثواب والعقاب، بلشنا من الاول رتبنا الامور. طبعا في امور كثير بعد بدها ترتيب على صعيد النادي بشكل عام وحتى على صعيد الفريق الاول، بس لانه كانت البدايه سريعه رتبنا الامور بشكل جيد. وانا كاول خطوه خارج اسوار نادي الانصار كنت مرتاح بشكل كثير كبير. برايك هيدي يعني هذا الشيء ما شكل بمكان ما نأذي لدى القائمين على شباب الساحل انه جمال طه اليوم اسم انصبغ وطبع بنادي الانصار، قد يكون في مكان ما يعني لا يزال متاثر ولو اذا بدك عاطفيا مع نادي الانصار؟ ليك لما بدك تشتغل حسيت في هاي النظرة؟ لا ليك صراحة ما حسيت إلا بكل شيء إيجابي بنادي شباب الساحل. لما بدك تشتغل كمحترف بدك تنسى شيء اسمه عاطفة، لأنه اللي بده يشتغل بعاطفته يعني ما فيك تشتغل. بما أنه أنا هيدا الشغل تاعي ما في يكون عاطفي بأي مكان، طبيعة الحال أنا ربيت بهيدا النادي وله معزة خاصة عندي، بس بنفس الوقت أنا هلأ عم بشتغل بنادي شباب الساحل اللي عم نحاول نطور ونحسن بكل قطاعاته، ان كان بالفريق الاول او بالفئات العمريه او بالامور الفنيه البحته المتعلقه بالنادي لحتى يكون يمشي النادي على بشكل صحيح. بعالم الاحتراف بعتقد ما في مكان للعاطفه. طيب فريق شباب الساحل السنه شو بينقصه ليكون بطل؟ فريق شباب الساحل طبيعه الحال بينقصوا عقليه الفوز او ثقافه الفوز، وهيدي طبيعه الحال ما بتجي بسنه وسنتين، هيدي بدها سنين. بعطيك خير دليل فريق الصفا من اول ما ربينا نحن وبنعرف وبلشنا ولعبنا فوتبول بنعرف فريق الصفا دائما هو الفريق رقم 2
او رقم 3، بس دايما عم يكون رقم 2، الفريق رقم 2. لا وصل لمرحله بلش يحصد فيها الالقاب. ثقافه الفوز بدها شغل كتير كبير، بدها تعاون من الجميع، بدها تعاون من الاداره، من الجهاز الفني، من المدير الفني، من المدربين، وبنفس الوقت من اللعيبه لحتى نقدر. انا برايي فريق شباب الساحل عنده الاراده، عند اللعيبه الجيدين، بحاجه لوقت ان شاء الله ما يكون طويل، بحاجه لوقت لحتى نقدر نبلش نكون بالمقدمه اكثر من ما نحن عليه هلا. طلب منك رئيس النادي في مكان ما او في وقت من الاوقات انه جمال انا هيدا مش طموحي، طموحي انه سنة الجاي اعمل بطل او اللي بعده في لا وقتها. بصراحه ما كان في طلبات من رئيس النادي اللي انا يعني بجله وبحترمه استاذ سمير دبوق، بالعكس كان كتير متعاون، كان الهم الوحيد انه نرتب الامور بشكل سريع، لانه انت بتعرف يمكن بدايه شباب الساحل كانت بدايه متعثره من ناحيه، عم بحكي من ناحيه كان في مدير فني ورجع صار شويه يعني صار شويه اخذ ورد، ولا رجعنا فت انا على نادي شباب الساحل فت متاخر كثير. لا كان الامور انه نرتب الامور بشكل سريع لحتى ما يتاثر الفريق، وهذا اللي صار. بس ما كان في مطالب ابدا من الرئيس، بس بطبيعه الحال بوضع انا جاي من فريق ربيان على ثقافه الفوز، عندي طموح دائما انه نعمل الافضل، انا كان عندي تحدي بيني وبين نفسي انه اعمل شيء لهذا الفريق اللي هو برايي فريق بيستاهل يكون من الفرق الكبار. نعم، هنشوف مشاهد من بعض المباريات او من احدى المباريات في الدوري. اخر مباراه كانت امام فريق التضامن سور بسور، ومباراه يعني كان قريب فيها فريق شباب الساحل انه يحقق فوز. كيف تشوف هذه المباراه الاخيره؟ مرتاح للمستوى اللي وصل له فريق شباب الساحل وعند عن توقف الدوري؟ لكن بشكل عام يمكن نحن ببعض المباريات، مش كل المباريات، بعض المباريات كنا خارج نطاق الخدمه مثل ما بيقولوا، يعني كان وضع الفريق مش كتير منيح، بس باغلبيه المباريات كنا جيدين. طبعا مباراه تضامن سور مباراه صعبه كانت بالنسبه لنا، عم نلعب خارج ارضنا وفريق تضامن سور بتعرف بده 3 نقاط، بس الفريق يعني كان عندنا فرص ما قدرنا سجلنا منها، بس بشكل عام مباراة صعبة. وبعتقد أنا النقطة الحمد لله جيدة، كنت بتمنى 3 نقاط لأنه كان فينا نجيب 3 نقاط، ضيعنا فرص. بس بعد المباراة بتحس إنه هذا الفريق ما بيخوف، فريق ممكن يقدر يرجع يعمل كومباك كتير قوية بعد هيدي الراحة اللي هي بحدود الشهر. صحيح. اللاعبين المصابين، لانه انت بتعرف نحن في عندنا الكابتن حسن ظاهر مصاب، الكابتن امير الحاف كان مصاب، وعندنا ريمي اللي هو المهاجم عم يلعب على اصابه، هذه طبيعه الحال بياثر باي فريق 3 لاعبين اساسيين، يعني عندنا هلا شهر لحتى نقدر نرجع نقوم. بس طبيعه الحال مباراه تضامن سور مباراه صعبه، قدرنا تزناها بنقطه الحمد لله، بس كان فينا نفوزها. عندي سؤال هيك عن عباس شيت. عباس مرقت بفترة عدم استقرار بمستوى، البعض كان عم بيقول يمكن انه خلص رح يفل بكرة القدم، وصار في عنده اصابات، صار في عنده توقفات والى ما هنالك. السنة عم نشوف عباس شيت من الحراس المميزين، شو الشيء اللي انشغل عليه لعباس شيت؟ ليك عباس شيت من الحراس الجيدين، طبيعة الحال كل حارس مرمى بيكون عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، يعني يمكن واحدة من نقاط الضعف لعباس شيت اللي شوي بيتأثر نوعا ما، بيتأثر وهيك انسان عنده العزيمة، بس يمكن الخطأ إذا بيرتكب خطأ بيتأثر فيه، يعني انشغل معه هذا الموضوع. وأنا برأيي وضع الفريق وترتيب الفريق والمستوى اللي عم بيقدمه الفريق عم يعطي ثقة كبيرة لعباس، وعم يعمل موسم أنا برأيي رائع، يعني ويعتبر عباس من أهم الحراس هذه السنة، وأخطائه صدقني قليلة، وبكتير من المباريات عباس شيت كان عم يكون له دور كتير كبير بحصنا ل3 نقاط بإنقاذ أهداف محققة، وخاصة إذا بتشوف يعني مباراة تضامن سور صار في انفراد علينا آخر 5 دقائق، عباس كان لها بالمرصاد. أنا برأيي عباس واحد من أهم الحراس، ويعني كان له إيجابية كتير بوصول الفريق لهالمركز هيدي. يعني أنت كابتن ما اخترت الأجانب، جيت لقيت الأجانب جاهزين طبيعة الحال، راضي عن الأجانب؟ يعني الحمد لله رب العالمين، الأجانب عم يقدموا اللي عليهم، ما في عندنا مشاكل، يعني لحديت هلا الامور ماشيه بشكل كتير جيد. يعني كنت بتمنى انه انا انقي الاجانب طبيعه الحال، لانه نتحمل مسؤوليه اكثر، بس ريمي ودانيال وعلي غليوم عم بيكونوا قد الحمل وعم ما عم بيقصروا صراحه. نعم،
رح نمرق. حضرت مباراه لبنان شي وباكستان امبارح ولا ما سنحت لك الظروف؟ بطرابلس. كنت بطرابلس. لبنان امبارح كان عم يفوز بكل الاحوال 3-1 على فريق المنتخب الباكستاني بمباراه صارت على استاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا. بسرعه المنتخب اللبناني ما راح يتاخر, راح يتقدم عن طريق وليد اسماعيل بعد التسديده اللي بتغير مساره وبتدخل داخل الشباك. النتيجه 1-0 بتصير بالدقيقه 6. من بعدها دغري عباس عطوي بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء وبسجلها اللاعب حسين عواضه براسه, بينجح انه يستغل هالفرصه بالدقيقه 15. تصبح النتيجه 2-0 لمصلحه منتخب لبنان. بعدنا بالشوط الاول الضيوف راح يسجلوا هدف تقليص الفارق فوق مرمى لاري مهنا لوب. أرضية ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا يلي واضح أنه تعبت السنة, وبالتالي كانت المباراة مقررة أن تحصل على ملعب المدينة الرياضية وأستاذ الرئيس كميل شمعون في بيروت, ولكن بسبب التفجير الإرهابي نقلت إلى ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري. والكرة توصل لعند زين طحان يلي بيسجل منها الهدف الثالث 3-1 النتيجة. برأيك فينا نقيم المنتخب اللبناني أمام منتخب باكستاني كابتن جمال؟ لا, أما طبيعة الحال يعني أنت ما فيك تقيمه قدام منتخب ضعيف, بس أنا برأيي يعني ممكن يكون مدرب طلب مباراة ضعيفة, وهذه شغلة بتصير مع كتير من المدربين بيلعبوا مباراة ضعيفة قبل المباراة الأساسية اللي ممكن يلعبها لحتى ما يتلقى خسارة وتأثر معنويا على اللاعبين. يعني خلينا نحطها بمحل أنه عم بيحاول يجرب أو عم يحاول يرسم تكتيك معين, ما بيقدر يرسمه الا مع فريق ضعيف, ونمشي على الاساس لحتى نشوف شو ممكن يصير بتايلاند. بس طبيعه الحال ما فيك تقيم المنتخب بهيك مباراه. نعم, بدي اتوقف مع بريك, وقبل طبعا بذكركم انه فيكم تتابعونا عبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي عبر www.futuretvnetwork.com/sport, وفيكم تحضروا جميع حلقات فيوتشر سبورتس عبر الموقع www.futuretvnetwork.com. لحظات قليله وبنرجع, خليكم معنا. عودة لكم لمتابعة فيوتشر سبورتس مع الكابتن جمال طه المدير الفني لنادي شباب الساحل. كابتن جمال, عم نشوف موسم غريب عجيب من ناحية تقلبات بالنتائج وتقلبات بالمستويات. مرة بنشوف العهد عم يربح 3, مرة بنشوفه عم يتعادل, مرة بنشوفه عم يخسر, مرة بنشوف الصفا عم يربح, مرة بنشوف فرق يعني كثيرة عم بتتعرض لخسارات وانتكاسات. يمكن النجم الوحيد اللي ماشي شوي أفضل من غيره. صحيح. ليش؟ شو السبب هالسنة؟ تقارب بالمستوى, أكيد المستوى ما اختلف, ما علي. صحيح. بس عم نشوف نفس صحيح. المستوى في أكثر من فريق. ليك بدي أقول لك شغلة, أكيد في عدة عوامل. طبعا في 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 فرق طبيعة الحال كان مستواها السنة الماضية أفضل من هذه السنة, وفي في فرق كان مستواها السنة الماضية أسوأ من هالسنة تحسنت هالسنة. يعني هذه تقلبات بتصير بعالم كرة القدم. هلا إذا بتلاحظ أنت, إذا بدنا نشوف الفرق الترتيب من اول لستة, الفرق الموجوده وبذيل الترتيب بعد اللي هي بعتقد برايي بعد الامور هي ذاتها. يعني في فريق شوي هو اللي بس يعني بتحس انه في علامات استفهام على هذا, ما بدي اذكره مين, بس انه بشكل عام الفرق اللي بالمقدمه هي دائما عم تكون بالمقدمه, وبذيل الترتيب ذيل الترتيب. هلا في فرق بالمقدمة ما عم تقدم المستوى اللي كانت عم تقدمه السنة الماضية, وهيدا الشيء اللي مخليها تكون عم يخلي يكون الفرق كتير قريب بين بعضهم. زاد انه هالسنة انا برأيي الراسينج يعني عم يعمل موسم جيد, والساحل عم يعمل موسم جيد. يعني هذا شوي اللي ممكن تزيده على السنة, بس بشكل عام مبينين الست فرق اللي هن دايما بيكونوا. يعني اذا طبعا اوقات مثلا ممكن الساحل يكون عم يكون سادس, يوم عم يكون خامس, الرسم كان عم يكون رابع او خامس, يوم عم يكون متصدر الدوري. بس بشكل عام مقسوم الاسم المضبوطة مثل ما قلت لك, ودايما فرق الذيل هن اللي عم يخربشوا لانه بحاجة لنقطة. صحيح. ما فيني ما اسألك عن الأنصار, وأنت ابن الأنصار.
شو اختلف الأنصار السنة عن السنة الماضية فنيا؟ خلينا نحكي لك هلا في اختلاف بالأنصار، طبعا اختلف السنة الماضية. الفرق بين السنة والسنة الماضية أنا برأيي يعني الأنصار استغنى عن كتير من اللاعبين اللي هن أنا يعني أنا كنت بشوف إنه ما كان لازم يستغنى عنهم. هلا بس بترجع هذه المدير الفني هو اللي بيقرر، يعني كابتن هاتف شمران هو قرر إنه شو يمكن ما بعرف، بس إنه الظروف نعم الظروف يمكن وصلت الأمور لهون. بس بشكل عام في اختلاف كان بين السنة الماضية. أنت بتعرف السنة الماضية كان الفريق ظاهر من بطولة كأس، بطولة كأس سوبر، يعني كان وضعه جيد نوعا ما رغم المشاكل المادية. هالسنة لازم كان الاستقرار المادي حسن المستوى، بس يمكن شوي اللي ممكن انت تقدر تبني عليه للسنة اللي جاية انه يعني مع المدرب زوران مع اجانب من اول السنة على مستوى جيد ممكن يكون الفريق او يرجع الفريق لوضعه الطبيعي. ممكن اليوم نحسم نقول انه النجمي هو بطل لبنان؟ ممكن اليوم نحسم انه نقول النجمي بطل لبنان. هلا طبيعه الحال من اول ما اجى بوكير على الفريق انا قلت من ممكن النجمي المرشح الاقوى صراحه، لانه طبعا بوكير خبير ومدرب كبير وفريق النجمي عنده العناصر الجيده. موسى حجاج مدرب جيد، ولكن موسى حجاج غير محظوظ. صحيح. والمدرب الغير محظوظ مشكله، قد ما اشتغل وقد ما عمل، بس صراحه يعني اذا بطلع السنه الماضيه والسنه اللي قبلها كيف سرقت البطولات، هذه مش عمليه فنيه، هذه عمليه حظ. والغير مدرب غير محظوظ كمان مشكله، قد ما كان بفهم فوتبول. بقى موسى غير محظوظ، استلم بوكير بعد الكابتن موسى وعمل نتائج جيده، نظم الفريق، رتب الفريق وبلش، وطبعا اشتغل على الناحيه المعنويه، لانه انا شفت يعني لعبنا مباراه فرندلي بينه وبين النجمي وشفت تعامله مع اللاعبين، وبفهم انا المدرب كيف بيقدر يجذب اللاعبين، وهيدي من نجاحات المدربين العظماء. يعني بقى هو بعتقد المرشح الاقوى. وما ننسى فريق العهد والصفا والراسنج، هلا يعني مبدئيا المستويات متقاربه، بس النجمي بلش مرحله اياب صاروخي صراحة. نعم. رح ننتقل إلى جمعية بيروت ماراثون يلي أعلنت خلال حفل أقامته بالقصر البلدي لبلدة الحزمية، أعلنت أسماء الفائزين بمسابقة أفضل فيلم ترويجي للجمعية الخيرية اللي شاركت في سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون لعام 2013، واللي نظمتها الجمعية بهدف تحفيز القدرات الإبداعية لدى الشباب اللبناني ومساعدة الجمعيات الخيرية عبر الترويج لأهدافها ودعم نشاطاتها. وكان الحفل اللي حضره حشد من الشخصيات الرسمية، أحاطوا رئيس الجمعية السيد مي الخليل، وافتتحوا المدير التنفيذي لجمعية بيروت ماراثون كريم طاهر، كان مرحبا وقدم عرض وثائقي لأبرز النواحي التنظيمية واللوجستية المتصلة بالسباق العام الماضي، وأصدى النجاحات اللي حققها الحدث بمشاركة قياسية، وهو شكر مصرف لبنان الراعي الحصري وجميع الجهات الداعمة حكوميا وأهليا. إلى دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز توني كروز وتوماس مولر هدفين ليقودوا بايرن ميونخ للفوز بسهولة على مضيفهم الإنجليزي أرسنال بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري الأندية الأبطال لكرة القدم. واحتسب الحكم ركلة جزاء واحدة لكل من الفريقين، لكن لم ينجح أي منهم بتسجيلها. عم شوف جوارديولا يلي عم يحكي، مدرب بايرن ميونخ طبعا، وفينجر يلي كان عم يحكي أيضا بالمؤتمر الصحفي يلي أعقب المباراة. حارس بايرن ميونخ صد ركله مسعود اوزيل، طبعا بنحكي عن مانويل نوير، وسدد ديفيد البا بالخشبات، واكمل الفريق اللندني المباراه بعشر لاعبين بعد طرد حارس مرمي البولندي الدولي فيوتشيك تشيسني يلي عرقل اريان روبن في الدقيقه 38. قبل ما ننتقل نرجع للكابتن جمال، كان في انجاز للكره النسائيه الطرابلسيه تحديدا مع فريق كان عم يعمل انجاز في مدينه الزرقاء الاردنيه باحرازه لقب اسيوي، لا يبعد نوعا ما شبح او هذا الكلام اللي كان بينقال عن انه طرابلس الفيحاء هي عاصمه للارهاب، لا هي عاصمه للحياه وحب الحياه، والدليل ما سنراه في هذا التقرير. أهدى نادي العربي طرابلس للكرة النسائية لبنان ومحافظة الشمال ومدينة طرابلس إنجاز كبير تمثل بإحراز لقب البطولة العربية الثانية اللي نظمها نادي البتراء الأردني برعاية بلدية الزرقاء وعلى أرض ملعبها لمناسبة عيد بلاد الملك الراحل الحسين بن طلال. وأجى الإنجاز اللبناني على يد فريق سيدات طرابلس بالرغم من الإمكانيات الضعيفة وغياب الدعم والظروف الصعبة اللي بتعيشها الفيحاء،
والاتهامات يلي بتطال تارة بالتطرف والانغلاق وطورا بالإرهاب. لا يخرج منا فريق للسيدات يضم مختلف الطوائف والمذاهب برئاسة الكابتن وفيق إبراهيم، ويحقق إنجاز أكد من خلاله أن طرابلس كانت وستبقى عاصمة الانفتاح والتنوع وقبول الآخر، وأن أنديتها ولاعبينا ولاعباتها بمختلف الألعاب الرياضية يجاهدوا لرفع اسمها عاليا في المحافل المحلية والعربية. هذا الكأس الغالي والثمين بهديه بنسبة الشهيد رفيق الحرير الله يرحمه، وخصوصا انه مر ذكرت 14 شباط، وبهديه لكل مواطن شريف البلد بيحب الحياة بيحب طرابلس وبيحب انه التعايش كثير بالبلد بأمس الحجة الى النصر نحن. وشغلة تاني كمان بشكر كثير دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، وشكر كمان ايضا اللواء اشرف ريفي اللي وقفوا معنا بكل معنى الكلمه، والله يوفقهم ان شاء الله بالدوري اللبناني اللي هو على ابواب نعمل شيء كثير مميز ان شاء الله. وشارك بالبطوله الى جانب نادي العربي نادي البتراء الاردني نادي الجالي المصري ونادي القدس الفلسطيني، وجرت المباريات وفق نظام الدوري، وفاز فريق العربي على فريق الجالي المصري 4-0 وتعادل مع فريق القدس بهدف لكل منهم، وحقق فوز كبير على فريق البتراء 7-1. كانت مشاركه كثير حلوه لنا وكنا بحاجه لها، بالذات انه هلا نحن فايتين على الدوري اللبناني كان للناشئين فريقنا وانا عم دربه ولا للفريق نحن الاساسي. بنتمنى نقدر نعلي وجه طرابلس وصوته مثل ما دبيناه برا بالاردن، ونقدر نعمل نتيجة حلوة هون بلبنان. حسينا أول شيء إحساس كتير حلو نحن رفعنا اسم بلدنا، وخاصة طرابلس اللي كل الناس وكل أهل بيروت وكل حوالينا مفتكريننا شعب منا متحضر. لا، ما نسبتنا للعالم إن إحنا شعبنا متحضر ونقدر ناخد بطولة لبنان، ما بس بطولة العالم كله، ما بس بطولة الأردن. نحن هالسنة كتير تقدمنا فنيا وتكتيكيا، والبنات عندي أعمار 7-8 بنات تحت 19 سنة. الاتحاد أعطني فرصة إنه أنا كبرون للبنات العب فيهم فئتين شابات واول، وعندي بعد 20 يوم دوري شابات تحت 19، هول بخليهم يعطون خبره يلعبوا دوري بعد سنه لقدام. من جهته قال نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكره القدم ورئيس اللجنه الرياضيه في بلديه طرابلس المهندس احمد قمر الدين، لا شك بانه ما حققته سيدات نادي العربي يعتبر من الانجازات الكبيره للبنان والشمال وطرابلس، وهذا يدفعنا كبلديه الى ان نضع يدنا بيد اداره الفريق وان نعمل على دعمه واحتضانه ليمثل طرابلس خير تمثيل كما فعل في الاردن، وان شاء يكون ذلك فرصه لاستضافه مباريات عربيه في طرابلس. وهنا رئيس بلدية طرابلس دكتور نادر غزال سيدات نادي العربي على إنجازهن الكبير، مؤكدا أن المدينة تفتخر ببنات اللواتي قدمن أفضل ما لديهن وعادوا بكأس دورة الأردن إلى ربوع الفيحاء. كابتن جمال بدقيقتين اللي متبقيين معنا، شو طموحك تعمل مع فريق شباب الساحل؟ يعني بطبيعة الحال بعد هذه الفترة، فترة الراحة يعني بعد هذا الشهر، يعني الطموح انه نتحسن بالمركز، نحسن مركزنا اكثر. وطبيعة الحال عندنا مباريتين لازم نفوزهم قبل ما نفوت على الصراع بين الفرق المقدمة، بتمنى هذا الشيء يصير، وبتمنى نعمل نتائج افضل من ما عملنا بالمرحلة الذهاب. بدي اتشكر وجودك معنا كابتن جمال، شكرا لك. بدي اذكر بس انه فيكم تتواصلوا معنا دائما عبر صفحاتنا على المواقع التواصل الاجتماعي، ولمتابعه اخر الاخبار الرياضيه عبر موقعنا www.futuretvnetwork.com/sport، او فيكم تحضروا جميع حلقات فيوتشر سبورتس عبر الموقع www.futuretvnetwork.com. تصبحوا على الف خير.